من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. زار محافظ صلاح الدين الدكتور أحمد عبد الله عبد قيادة عمليات المحافظة، واجتمع مع قائد العمليات الفريق الركن جمعانات سعدون وعدد من الضباط لبحث مسك الأراضي المحررة في شمال وغرب محافظة صلاح الدين. وأكد المحافظ ضرورة استمرار تنفيذ العمليات الاستباقية لملاحقة المجامع الإرهابية والخلايا النائمة، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وأشاد بمواقف المقاتلين بدحر الإرهاب ومسك مناطق شمال صلاح الدين.